النهارده معانا فيديو حلو قوي هنتكلم فيه عن شامبو السيلفر. ايا كان اسمه، شامبو السيلفر او الشامبو البنفسجي او البيربل شامبو. وعشان تفهمي شامبو السيلفر بيعمل ايه لازم تبقي عارفه دايره الالوان، وتعرفي ان في الوان مقابله الالوان، واننا في الصبغه ساعات اللون بيطلع معايا قالب على لون تاني انا مش حباه. اللون يطلع قالب على احمر، قالب على اورنج، قالب على اصفر. طب ايه هي الالوان المقابله للالوانات ديت؟ هنقول الكلمه دي في فيديوهات كتيره بعد كده، ان الاحمر مقابل ليه اللون الاخضر، والاورنج مقابل ليه اللون الازرق، والاصفر مقابل ليه اللون البنفسجي. يعني ايه مقابل ليه؟ يعني بيطفي لي اللون اللي انا مش عايزاه، وهو ده اللي بيعمله لي الشامبو السيلفر. انه بيدخل لي على اللون اللي انا مش حباه عشان يخلصني منه. هو مين اللي يستخدم الشامبو السيلفر؟ الناس اللي عامله شعرها على جراي، على اصفرات فاتح. ساعات اللون بيبقى فيه درجه مش حابينها، فانا بحط الشامبو السيلفر عشان يخلصني من اللون دوت، او علشان احافظ على اللون اللي انا عاملاه. المشكله بقى ان في ناس اول ما بتشوف اعلان شامبو السيلفر بتتجنن، وبتحسب ان الشامبو هو اللي طلع بلون الشعر للدرجه الجراي ديت. لا، الشعر متفتح ومصبوغ، وبيستخدموا الشامبو ده عشان نحافظ على اللون. والمشكله الاكبر ان الشامبو ده غالي جدا، لان مفيش براند رخيص بينزله، دايما هنلاقي البراندات العاليه هي اللي بتنزل كده. خلصنا الجزء الاول من الفيديو بتاعنا، والجزء الثاني هنتعلم فيه ازاي نعمل شامبو سيلفر في البيت. كل اللي انت محتاجاه عشان تعملي الشامبو سيلفر في البيت، اي ازازه شامبو انت بتستخدميها او بتستريحي لها. والمكون التاني معانا هو المسة الزرقاء. المسة الزرقاء دي حاجة بتتباع في الصيدلية، اللي ما يعرفهاش بيتعمل بها العلاج للالتهابات، يعني ممكن حتى بتحط في الفم ما فيش منها اي مشكلة خالص ولا ليها اي اثر جانبي. الازازة دي يا جماعة ب5 جنيه، وفي ازازة اصغر بتبقى في حدود 3 جنيه. كل اللي عليكي بس ان انت تحطي منها في ازازه الشامبو اللي انت بتستخدميها وترجيها كويس. انا دلوقتي هفضلكوا شويه شامبو كده ونعمل عليهم المسه الزرقاء عشان اوريكوا بس ايه الدنيا ماشيه ازاي. انا كده بقلبها كويس. دول خصلتين شعر كده عندي كانوا مدين اللون على اورنج، هنجرب فيهم الشامبو دلوقتي ونشوف الدنيا فيها ايه. هنحط كويس على الخصلة وندلكها، نرغي كويس بالشامبو. نجيب الخصلة التانية نفس الحكاية، هنرغي كويس. هسيبهم كده دقيقتين واشطفهم وارجع لكم تاني نشوف اللون هيبقى عامل ازاي. ادي اللون يا جماعه بعد ما الشعر اتشطف، ما شاء الله اللون فعلا اتطفى خالص من اللون الاورنج واللون الاصفر، بقى يعتبر اشقر رمادي. اللون تحفه على الطبيعه، اللون تحفه. في خصله هي لسه الاورنج لسه يعتبر لسه باين فيها من فوق. دي ما اتعملتش كويس، باينة ازاي. وباقي الخصلة ما شاء الله الدرجة فيها بقت جميلة جدا. كل اللي احنا عملناه دوت بالمسة الزرقاء ب5 جنيه وازازة الشامبو بتاعتك. لو عجبك الفيديو متنسيش لايك واشتراك للقناة، وشكرا على متابعتكم.